السلام عليكم أزول في اللون. اولا بغيت نهضر على فوزي الخجاع، وبغيت نهنيه على المنصب الجديد ديالو ديال التنصيب ديالو في اللجنه لهيكله الجامعات كره القدم ديال الافريقيه، لا ريستركتوراسيون دي كونفيديراسيون افريكان. من هنا تنتمنوا ليه التوفيق. وفي نفس النطاق غادي نهضروا على اللقاء الصحفي اللي دار، اللي جاني انا انسان مقنع، وحبس كل الاشاعات ان حليل لوزيتش مشى بحالو. دونك حليل لوزيتش باقي لونترينور ديال ليكيب ناسيونال، و الكونترا ديالو باقي مع المغرب. واللي عجبني هو انه اي وقت بغينا نتفارقوا مع حليل لوزيتش غادي نتفارقوا معاه، وتيتسنى باش يرجع باش يحط ليه الشروط ديال المغرب وديال التطلعات ديال المغاربه والطلبات ديال المغاربه. هو بيان سور استرجاع اللاعبين اللي مربوقين في العالم دابا، هما زياش، حرمت الله، حمد الله، زراوي، وعلاش لا حارث، و انا كان كاتريام جوغ حتى هو نسيتو. المهم هو انه كل واحد خاصو يصغر راسو شويه، لان حليل لوزيتش سخون شويه و الى ان بو الى ان بو ترو ديغو، يعني دارها مساله شخصيه، وفي البروفيسيوناليزم ما كاينش شي حاجه شخصيه. ولهذا حتى من زياش وهاد اللعابه خاصهم يحضروا راسهم شويه ويجيو يتواضعوا معنا ويلعبوا معنا في ليكيب ناسيونال، ولو انه ليكيب ناسيونال شرف ديال اي واحد باش يلبس القميص الوطني، وشرف حتى المدرب انه يدرب فريق كفريق المملكه المغربيه. ولهذا غادي في نفس النطاق، ولكن غادي نمشيو لكوريا الشرقيه، وغادي نهضر على باقيين تيهضروا وتيقولوا بان راه غادي باقيين تيبكيو على ليليميناسيون، باقيين عندهم مشكل مع قاسم. المشكل ملي كان مع قاسم مع الوداد البيضاوي في فضيحه راديس، حتى واحد ما كان تيتكلم عليه، ودابا قال لك العالم كله تيتكلم. انا منين جيت نشوف مصر حتى شي واحد تيتكلم الا الجزائري. ولهذا مفاجاه، لانه اليوم تعيين قاسما كحكم يعني للفار في لقاء بيترو اتليتيكو مع اسمه ساندوس، هذا اعتراف من الهيئه الافريقيه ان الحكم قاسما ادار لقاء المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني بدون اخطاء حسب الاتحاد الافريقي لكره القدم، لانه جدد فيه الثقه. اليوم انك لما تجدد الثقه في حكم يعني دار هذه الزوبعه، هذه المشاكل، هذا اليوم كل المنصات، كل الجرائد العالميه راهي تتحدث عليه. انا نقول لك حاجه، اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم مازال يدعم في قاسما، وزيد حاجه قدع يعني دعم في قاسما، وحتى واسمو سيكازوي الحاكم اللي دار المهزله بين تونس ومالي، حتى هو راه معين كحاكم رئيسي في هذا اللقاء. انا نقول لك اليوم سيكازوي هذاك يا اخي ضربته الشمس، معليش هذاك انهى الماتش قدام الوقت الرسمي، هذاك اللي صفى عليه صار في افريقيا. اليوم واسمو جدو هذا اليوم راهم جدوا فيه الثقه وداروه كحكم ورئيسي. انا شوف قدم ما يحدث في القارة الافريقيه، انا نقول لك حاجه، التحكيم قاده، وانا قلتها لك للمره 66. هنا غادي نجيو لك الشيء اللي بغيت نسمع. التحكيم في افريقيا يمشي بالمال، اللي عنده المال ويدفع اكثر هو اللي يتاهل. صح طبعا هذا الخبر ايضا هذه اللي بغيت نسمع، اللي عنده المال تيتاهل، يعني اللي سلوي كي لي مويان، اللي عنده الامكانيات باش يخلص المال تيتاهل كاس العالم. علاش الجزائر ما عندهمش المال؟ نقولوا حنايا نمشيو من المنطق ديال هاد الناس، واش الجزائر ما عندهاش المال؟ واش الدوله اللي تتخسر 500 مليار على البوليزاريو
وما تقدرش تعطي الفلوس باش تصيفط باش 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 تفرح الشعب ديالها ويمشي لكأس العالم. نمشيو حنا من المنطق انه خاصو المال. واش ماشي الجزائر قوة ضاربة؟ ماشي احسن اقتصاد في افريقيا؟ ماشي احسن منظومة صحية؟ ماشي احسن دولة في افريقيا؟ والدول تيديو تيديروا لها الف حساب. هذا هو الاعتراف بانكم دولة فاشلة فقيرة مهما الغاز. ولهذا غادي نجيو السيد ديال بيروش ديالنا. ولكن هذا بيروش هذا مخلص، انا متاكد بانه مخلصينو الكبرانات باش 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 ينعس الشعب الجزائري مسكين. تيحتفل شو انسان مازال القرار ما خرجش لو 21 لو 21 يلاه لو دوسي ولو دوسي هاد الناس بعد شويه عقلاء قال لك هذاك الملف غادي نتناقشوا الاخطاء وما غاديش يقدر يكون اعاده المباراه ولا اي حاجه. وهذا السيد يحتفل بمرور وصعود الفريق الجزائري الى كاس العالم. يجب ان يرحل. السلام عليكم، بلش هذا التاريخ انه الفريق يحتفل قبل الشعب الجزائري بالتاهل للمونديال هنا من جنيده. فريق الانصار والمدرب الكبير زينو، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اجيني كاليفي، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اجيني كاليفي. مونديال مونديال. هاد البهلوان مديور باش يضحكنا حنا، لان يعني انا شخصيتي ضحكني كل مره تندخلو، ولكن ثانيا هو مديور باش ينعس الاخوان الجزائريين. ولكن داكشي راجع لهم ماشي سوقنا. دابا غادي نرجع لواحد الموضوع اللي مهم شويه وخاص بنادم يتصنت مزيان ويتبع معايا. الجزائر في ورطه. كيفاش؟ نينجا سانشيز المغرب سرعوا هما باش يعيطوا للرئيس رئيس الحكومه الايطالي باش يجي يسيني معاهم اتفاقيات. وهذا كان مدبر من قبل، لان منين داز بلينكن، وخاصنا نشكروا بلينكن بزاف، والشعب الجزائري خاصو يشكر بلينكن بزاف، لان جا 6 سوايع وبزز ورغم على الحكومه ديال الكبرانات وديال كوريا الشرقيه باش يطلقوا سراح 77 معتقل سياسي. 97 معتقل سياسي هو الى انسيستي قال لهم الى ما درتوش ان جيست في حقوق الانسان راه ما غنجيش عندكم. وتتعرف الجزائر اي واحد تيجي للمغرب خاصو يجي عندها هي، وما تيجي عنده معنا هو، تيجي عندنا هو جا عندنا باسكو On était obligé de on était sur la phase de signer des accords binatna qui est تفاقيات تجارية اقتصادية وتعامل. وجا باش لان كانت من ضمن الدواء عندنا في المغرب، ولكن هما قالوا الاول وتجي عندنا 4 6 سوايع. داز ايفيكتيفمون 6 سوايع عندهم وبزز عليهم باش يجي خاصهم يطلقوا 77 معتقل. وإفكتيفمون داكشي اللي طرا، وإن شاء الله حنا بغينا كلشي يبقى يمشي باش يخرجوا المعتقلين السياسيين كاملين، العقلاء اللي عندهم العقل واللي تيعرفوا اللي سون لوجيك اللي متقفين عندهم. وفي نفس الوقت كان الاعتراف ديال إسبانيا بمغربية الصحراء، أو مغربية الصحراء حنا ما محتاجينش واحد يعترف لنا بها، ولكن هما كانوا تيأيدوا الحكم الذاتي. بلينكن جا عندهم قال لهم خاصكم تزيدوا في الغاز، خاصكم تزيدوا تضخوا كمية أكثر للغاز لأوروبا. قالوا لي حنا إسبانيا دارت معنا المشكل ما نقدروش، ولكن هي اللي توبليجي باش تليفريهم، ما تقدرش تقطع. ما يقدرش يقول لك شي واحد بان راه الجزائر غادي تقطع الغاز على ايطاليا على اسبانيا، هادشي امبوسيبل.
لان مسيليا مع ديزاكور دي طاريف الثمن مصوب من قبل عندهم دي كونطرا ديال 10 سنين ديال 20 عام تيبلوكيو الثمن وتيخدموا عليه وواحد الكميه دايرين ديك الكميه خاصها تمشي لي كونطرا سون سيني اسبانيا ماشي تتلعب ماشي دوله تتلعب حتى سالات لي كونطرا ديالها عاد اعترفات عاد جات تصالحات مع المغرب دونك استعملوهم منين سالاو بهم واكدوا بان الاخرين ما يقدروش ما يحترموش الكونطرا ديالهم الاتفاقيات ديالهم ديال توريد الغاز لاوروبا عاد اعترفوا بمغربيه الصحراء او بالحكم الذاتي. اذا هنا ما كان عند الكبرانات الحل الوحيد هما داكشي اللي كانوا خاصو يزيدوا لاوروبا ما يزيدوش من اسبانيا يدوزوه لايطاليا. تبع معايا غير داكشي اللي كانوا غادي يزيدوه لاسبانيا حيت عندهم هما ان غازودوك دايز لايطاليا ديك الكميه اللي غادي يزيدوا لاوروبا غادي يدوزوها لايطاليا وعيطوا عليه واتفقوا معاه وسلموا معاه دي كونطرا بان غادي يزيدوا يدخلوا اكثر غاز مي ماشي لاسبان لايطاليا. اذا روسيا ايطاليا ما غتبقاش تحتاج من روسيا اكثر من الغاز اللي كانوا تياخذوا دونك تيحاولوا ينقصوا الطلبات اللي تجي من روسيا دونك الجيري غادي تنوض ليها غادي ينوض ليها صداع مع روسيا وهادشي غادي تشوفوه من هنا من قريبا سي ان فيتور فريمون بروش. علاش؟ لان غادي يدخلوا كميه اكثر دونك الناس ما غاديش يمشيو يجيبوا من روسيا دونك اوروبا غادي تنقص الطلب ديالها من روسيا دونك المشكل غيبقى فين؟ ان الجزائر ما غتبقاش اليه ديال روسيا. روسيا غيقول لهم علاش زدتو دونك نتوما ضدنا وغادي ينوض صداع وبلينكين راه هو اللي تيحكم. خلينا من دوك الافلام ديال ما استقبلوش في المطار ودار معاه مشكل. راه امريكا راه قوه عظمى في العالم. احب من احب كريم كريم والله يهديهم على روحهم ويحيدونا من دماغهم. وترجع وتنقول عاش الملك وعاش المغرب الله الوطن الملك عم محمد سيرنا جاي.